السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في واحد الفيديو جديد اللي غادي نتحدثوا فيه اليوم على كيفاش نديروا اكتار نباتات الزينة والديكور. ليكم كيفاش يمكن لينا نقطعوا هاد الغريسة، فكتشوفوا فهذه نبتة الجيرانيوم اللي نحاولوا نديروا لها اكتار عن طريق العقل. طريقة سهلة، جيت نوريكم هاي الطريقة كيفاش. فهذه سهلة جدا لأنها خرجت الجذور، هذه ما تحتاج نقولوا أنها غادا تموت ولا شي حاجة لأنها خرجت الجذور، فعملية الإكتار ديالها غادا تكون احنا كنا غادي نزولوها من هاد المنطقة كيف ما كتشوفوا كاين الموس، ولكن لقينا عندها هاد الجذور، فهاد الجذور تا هما مزيانين. إذا نشوفو الطريقة ديالها، كيما كتشوفو فهي مخرجة هاد الجذور صغار، من هنا غادي نشدو. غادي نحاولوا نديروا واحده اخرى ان شاء الله. كيف ما كتشوفوا فطريقه القطع ديالها خاصها تكون بهذه الطريقه كيف ما غادي نشاهدوا، يكون بشكل مائل ما نخليوش ليها هذه الجذور. هنا فين دير فخاش تكون شفتوها قطعة وحدة تكون عندها بحال هكا باش الجذور ما تعفنش. طريقة سهلة، غنشدو كيما هذه كيف ما كتشوفوا الآن باش تبان لكم الشكل جيد. غادي نحاولوا نجيو تحت العقلة مباشرة ونقطعوا. هذه هي الطريقة اللي تحدثنا عليها، ستكون بهذه الطريقة تكون شفرة حادة.